أخبار اليوم. زوب تعال انت كلمني. تعال انت بتلعب يا محمد؟ سباحة. شاركت في كم بطولة؟ اعمل ايه؟ كتير. واخد ميداليات قد ايه؟ احسن ميداليه خدتها كانت فضيه ولا ذهبيه ولا برونزيه؟ في الاولمبيين واخد اخر ميداليه كنت واخدت ايه؟ فلوس انجلوس اللي كانت في امريكا. بتتدرب كل قد ايه بقى كتدريب؟ كل يوم. كل يوم بتتدرب صيف شتاء؟ مدة التدريب او وقت التدريب بيبقى قد ايه؟ ساعتين. بتقعد ساعتين؟ بتبقى الصبح ولا بالليل؟ شاف. يعني انت بتنزل تتدرب سباحة الصبح؟ الساعة كام؟ تسعة. الساعة تسعة الصبح؟ ما بتبقى سقعان او لا في الشتاء ما بتبقى سقعان ولا انت بتبقى خدت على المية خلاص؟ حاجة مية قلاص. خدت على البطولات اللي جاية دي بتاعت الجمهورية؟ دي خدت كام بقى تبع محافظة تبع الجمهورية؟ طلعت ايه؟ تاني؟ لا تاني. ودي انت طلعت التالت؟ اول. 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 دي اول على مستوى ايه؟ الجمهورية. ميدالية. اول ميدالية. بس